وفي الأهل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ويشر بإصبعه سبابة والوسطى. والمرء إذا توفى ينقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعي له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله. جزاكم الله. باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدهما أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد